مرحبا مواليد برج السرطان، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الاسبوع الاول من شهر اذار؟ مارس هو شهر كثير حلو بالنسبه لكم، الشمس موجوده باكثر الوقت ببرج الحوت المائي، صديق جدا جدا لمواليد برج السرطان. كيف بده يكون من الاثنين 28 شباط فبراير للاحد 6 اذار مارس؟ في عندنا حدث كثير مهم وهو تراصف وتلاقي القمر والشمس سوا في برج الحوت، وذلك يوم الاربعاء المساء 11 مساء توقيت بيروت. هيدا القمر يلي عم يولد ببرج الحوت البيت التاسع بالنسبة لكم، معناتها في قوة إبداع وتجديد، تنوع، سفر يمكن، وطرح مشاريع. كأنه باب جديد بيفتح بوشكم، أو باب أنتوا عم تشتغلوا عليه من قبل وهلأ بيفتح بوشكم. هذا يوم الأربعاء وأصلا هو كل هذا الأسبوع. خلونا نشوف. تنين والثلاثة القمر موجود ببرج الدلو يلي هو البيت الثامن، عم بتصلحوا الأمور، عم تجددوا الأمور، عم بتقووا العلاقات، عم بتحاولوا تتراجعوا، عم تحاولوا تعتذروا، ويمكن تقدروا تحصلوا على اللي أنتوا بتريدوه لأنه الشمس دعمتكم من برج الحوت، ورح بتلاقوا النتيجة إذا ما لقيتوا التنين والتلاتة بتلاقوها الأربعة والخميس تحت تأثيرات القمر الجديد من برج الحوت. هلا القمر بيوصل لبرج الحوت يوم التلاتة الساعة 11 المساء، بيبقى كل الأربعة وكل الخميس. القمر الجديد بيخلق يوم الأربعة المساء 7:30 المساء توقيت بيروت. فهي الفترة، فترة وجود القمر برج الحوت، أنا بصراحة بعتبرها أجمل الفترات، مش بس بهذا الأسبوع، بكل شهر أذار مارس. فترة كتير حلوة، فترة كتير إيجابية. القمر هو كوكبكم الحاكم، لازم تعرفوا، اللي عم يتابعني بيعرف إنه دايما أنا بقول القمر هو كوكبكم الحاكم. فلما بيكون قمر جديد عم بيخلق، معناتها في تطور جديد بحياتكم. وين عم بيخلق؟ بالبيت التاسع. فحضروا حالكم لسفر أو لجامعة أو لدرس، أو يمكن لمشروع حلو بتطرحوه لدعم رائع، أو بتتعرفوا على أمور كتير حلوة روحانية، أو بتقروا كتاب بيفتح براسكم أفكار كتيرة، يعني وكأنكم بتعيشوا بعالم آخر. هيدا بالنسبة للأربعاء والخميس. الجمعة والسبت، الجمعة والسبت القمر موجود ببرج الحمل. القمر موجود ببرج الحمل، النقطة الأعلى عندكم دائرة الفلكية، يعني في مسؤولية جديدة عندكم، في تطور جديد عندكم وكتير مهم. يمكن يكون في هالأمساء بعطلة أسبوع، يمكن يكون له علاقة بالعائلة، أحد أفراد العائلة، فبدكم تكونوا متابعين الأمور لتعرفوا شو عم بيصير، أو تهتموا بأموركم الخاصة، لأنه في احتمال إنه حدا من الشغل بيتصل فيكم لحتى تلحقوا على الشغل، أو يمكن مسؤول عندكم مهنية بالبيت أو منزلية بالبيت شوي صعبة، مش إنه شوي صعبة، إنه بتشغلكم، لكن لا يوجد سلبيات فما تعتلوها. الأحد 6 أذار مارس ابتداء من 10 صباحا توقيت بيروت، تتحسن الأمور بشكل كتير كبير مع وصول القمر لبرج الثور، بتفتح بوشكم وبتحسوا بدعم الناس، أو على الأقل بتحسوا إنه غلطتوا وبتعتقدوا إنه غلطتوا لأنه ما كنتوا لازم تعتلوا هم هالقد. في تطورات حلوة، منكن لحالكم، الجو إيجابي جدا. نهار الأحد بيفرحكم كتير. هذا الأسبوع الشمس دعمتكم كل هالاسبوع، كل هذا الشهر تقريبا، داعمي بشكل خاص 1-6 تموز يوليو، بيدخل على الخط كوكب المشتري وبيدعم بشكل خاص 5-8 تموز يوليو. اما بلوتو فعم بيعاكس مواليد 21-22 تموز يوليو، هي اللي لازم تنتبه اكثر من غيرها. بدي اتمنى لكم اسبوع حلو، بنتلاقى مع الابراج اليوميه للمزيد من التفاصيل. باي باي.